بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وفي أفضل حال. الفيديوهين يا جماعة اللي هم نزلوا قبل كده اللي أنا حاولت أجمع لكم فيهم التستات مهمين جدا، حاولوا تجمعوا الفيديوهات دي عشان مهمة جدا، بتيجي منها في الامتحان حاجات كتيرة، وانا عامل لكم زي ملخص ليهم. فاللي ما شافش الفيديوهين اللي قبل كده بتوع التستات يرجع يشوفهم. وهجمع لكم النهاردة الستينز على قد ما اقدر، اللي هي كل انواع الصبغات اللي موجودة عندنا سواء في الامتحان او في العيادة، كل الصبغات اللي موجودة عندنا. الاول هنتكلم عشان اكبر حاجة او اكتر حاجة اللي هي الصبغات بتاعت البريو، او الصبغات اللي موجوده في الجزء بتاع البريو. الصبغات عندنا في البريو بتتقسم للاكسترنسك اللي هي خارج السن، وانترنسك اللي هي من داخل السن. الصبغات الاكسترنسك زي مثلا لو مريض ما بينظفش وفي بكتيريا، في بور اورال هايجين، في بكتيريا موجوده على الاسنان هتسبب صبغات على الاسنان. لو في الصغيرين هيكون لون الصبغه اللي بتيجي من البكتيريا هتكون اورنج، لو في الصغار. لو في الكبار هتكون لونها جرين او لونها اخضر. بالنسبه للناس اللي هي بتشرب حاجات زي القهوه والحاجات دي هتعمل لون براون. الناس اللي هي بتدخن او المدخنين او التوباكو او التدخين هيبقى لون بلاك. الكلوركسيدين بيعمل لون يلو براون ستين. الناس اللي هي شغاله في مصانع او بتتعرض لميركوري او بتتعرض للمعادن او الحاجات الاندستري اللي هي الدست او الابخره المعدنيه دي هيبقى لونه بلوش جرين، لونه بلوش جرين. في برضو صبغتين تانيين مهمين عندنا اللي هي بتاع الجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف بكتيريا. الجرام بوزيتيف بكتيريا بتتصبغ بلون بيربل، الجرام نيجاتيف بكتيريا بتتصبغ بلون بينك او ريدش، بينك او ريدش. دي برضو من الصبغات المهمه. في اللي هي الاورلي اندكس اللي هي الصبغات بتاعت البلاك اللي بتشوف المريض عنده بلاك ولا لا، زي الاريثروسين ستين واللي هي التراي بلاك اللي هي بتقول ان المريض عنده، اللي هي بيسموها الديسكلوزنج ايجنت، او بيقول المريض عنده صبغات موجوده على اسنانه ولا لا. في اللي هي الشولر بوتاسيوم ايودين، دي برضو مهمه بتيجي في الاسئله كتير، او اللي بيقولوا عليها اختصارا او مجازا اللوجلو ايودين او اللوجلو سوليوشن. ده اللي بيشوف بيه حجم الكراتينايزد جينجيفا، دي اللي بنشوف بيها حجم الاتاتشد جينجيفا او الكراتينايزد جينجيفا، الاتاتشد جينجيفا او الكراتينايزد جينجيفا. ده بالنسبه للحاجات اللي هي بتاعه البريو. تاني حاجه عندنا اللي هو الجزء بتاع الميديسن والباثولوجي. الميديسن والباثولوجي ايه الصبغات اللي المفروض نعرفها فيها؟ زي المرض اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاكتينومايكوز، اللي قلنا عليه المرض الفطري او الفطريات. ده بنشوفه بالسلفر جرانيولز بيبقى فيه حاجات لونها اصفر اللي هي مركبات الكبريت او مركبات السلفر. السيفاليس من اسمه كده، سيفاليس يبقى سيلفر، بنشوفه بالسيلفر ستين، الصبغه السيلفر او الصبغه الفضيه. الميوكوباكتيريوم اللي هو بتاع التي بي اللي احنا قلنا عليه بنشوفه بالزيلين نيلسن ستين، بالزيلين نيلسن ستين، صبغه الزيلين نيلسن او الصبغه بتاعت الزيلين نيلسن. اللي بيشوف الخلايا اذا كانت سرطانيه ولا لا ده اسمه التولودين بلو او صبغه التولودين، دي اللي بتقول لك الخلايا دي كارسينوجينيك او خلايا سرطانيه ولا خلايا نورمال سيلز، خلايا سرطانيه ولا خلايا نورمال سيلز. ودي برضو مهمه وبتيجي في الاسئله كتير. بالنسبه للاوبريتيف، الصبغات اللي عندنا في الاوبريتيف لو الامالجم ما عملناش سيلنج تحتيه للدينتينال تبيول والمركبات بتاعه الامالجم دخلت وتعمقت جوه الدينتينال تبيول يبقى هيصبغ السن بلون بلو اللي هو الامالجم بلو. لكن لو في حتت من الامالجم وقعت ودخلت تحت اللثه يبقى هتعمل امالجم تاتو اللي هو الوشم بتاع الامالجم او الوشم بتاع الامالجم. ودي برضو بتيجي في الاسئله كتير، لو الامالجم مفيش عزل او مفيش سيلنج للدنتينال تبيول يبقى دي هتعمل امالجم بلو. لكن لو للجنجيفا او عند الجنجيفا هتعمل الامالجم تاتو او هتعمل وشم الامالجم. الكيرز ديتكتور لما يكون عندي سنه فيها ديب كيرز وانا مش عارف ده كيرز ولا لا وعايز اشوف عشان يبقى محدد لي المكان او الحاجه بتاعه الكيرز او الحاجه بتاعه الكيرز يبقى اللي هي اسمها البروبيلين جليكول، اللي هي اسمها البروبيلين جليكول، البروبيلين جليكول.
بالنسبه بقى للاندو، الاندو لو حاجه انترا كانال ميديكيشن، بنحط حاجه اسمها الاي كي اي اللي هي بتشتغل انترا كانال او في داخل القنوات، اللي هي الايودين بوتاسيوم ايوديد، اللي هي الايودين بوتاسيوم ايوديد اسمها الاي كي اي. القنوات اللي هي كالسيفايد او قنوات متكلسه بنشوفها ايه الصبغه اللي بتورينا الفتحات بتاعه القنوات، احنا ممكن نشوفها بالاكسبلورر او ممكن نشوفها بالاير بابل، بالبابلز اللي بتطلع لو حطينا الكلور، وممكن نشوفها بصبغه، الصبغه اللي بنشوفها بيها اللي هي الميسيلين بلو داي. الميسيلين بلو داي دي اللي بتورينا فين المكان او فين الفتحات بتاعه الاورفيس بتاعه الكنالز اللي موجوده جوه البالب شيمبر. طيب في عندي ثلاث حاجات للون بتاع السن الداخلي. لو السنه خدت تروما وحصل لها انترنال ريزوربشن بيبقى بينك توس، لو السنه حصل لها كانال كالسيفيكيشن بيبقى يلو اورنج، لو السنه خدت تروما او خدت ضربه او خدت تروما بيتحول لون للون جراي، لون غامق، لون اسود، لون جراي. بالنسبه للبروستو اهم ستين عندي او اهم بيست عندنا، بلاش نقول ستين، اهم بيست عندنا اللي هي اسمها البي اي بي اللي هي بريشر انديكيتنج بيست. دي لما يجي لي مريض الفلانجز بتاعت الطقم عاليه وانا مش عارف انهي حته بالظبط اللي هشيلها او هعمل ريدكشن فيها للفلانجز بتاعت الطقم، فبقوم حاطط الستين او حاطط الصبغه دي او حاطط البيست دي واقوم مخلي المريض يلبس وعمل له بوردر مولدنج، الحته اللي هلاقي فيها الصبغه دي اتقطعت او الستين دي اتقطعت او البيست دي اتقطعت مش موجوده، يبقى هي دي الحته العاليه، يبقى هي دي الحته اللي المفروض نشيل منها او الحته اللي المفروض اشيلها او الحته اللي المفروض نقطع فيها او نشيل منها. بعد كده الكانديدا بنشوفها بايه؟ بنشوفها بحاجه اسمها باس اللي هي الاسيديك تشيف ستين، الاسيديك تشيف ستين اللي هي الباس او البريودك اسيديك ستيف شيف ستين اللي هي اختصارها كلمه باس. من الحاجات برضو اللي بتيجي عندنا اللي هي التصبغات او الستين اللي هي ممكن تمشي تصبغات او ستين اللي هي البلاك هيري تانج، والبلاك هيري تانج ده بيجي لما يحصل الونجيشن للبابيلا وتكتسب الصبغات بتاعت البكتيريا او تمسك الصبغات بتاعت البكتيريا او تشفط الصبغات بتاعت البكتيريا فيتلون اللسان باللون البني او يحصل له تلون باللون البني، اللي هو اللسان يحصل له تلون باللون البني. دي تقريبا كان كل السن اللي موجوده عندنا، حاولت اجمعها لكم كده في فيديو زي الفيديو بتاع التستات او الفيديو اللي احنا شفناه بتاع الاستات. حاولوا تشوفوا الفيديوهين اللي قبل كده هيفكوا جدا وهيتكرر كتير جدا منه في الامتحان. لو عجبكم الفيديو دوسوا عليه لايك واعملوا له شير واتكلموا عننا مع اصحابكم، واللي هيظهر النتيجه بتاعته في خلال اليومين دول يا ريت تطمنونا عملتوا ايه، وان شاء الله باذن الله بكره هكون متواجد معاكم في لايف بالساعه 12 بتوقيت السعوديه ان شاء الله باذن الله لو كان لينا عمر، عشان نشوف الناس عامله ايه وايه الاخبار ومحتاجين ايه. ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.